في الكتابة الهيروغليفية، أما كان بيحب يبين إنه هو عايز يذكر جمع كلمة، كان بيكررها 3 مرات، ولما كان يحب إنه هو يذكر إن هي مرة واحدة، بيكررها مرة واحدة، زي ما موجود عندنا هنا. هنا عامل 3 مرات للحن، 3 مرات للطيور، 3 مرات للمدن، يعني يقصد كثير من اللحم، كثير من الطيور، وكثير من المدن. احنا هنا في حجرة مختلفة عن الحجرة اللي كنا فيها، احنا في حجرة بتاعة ابنه، لان المقبرة كانت بتحتوي على غرف تانية كانت لأفراد العيلة. هنا الاسم هنلاقيه جوه خرطوش. الخرطوش ده هو الشنة والرنة بتاعة الشخص، لان الاسم كان بيبقى مكتوب جوه الشن اللي هي الدايرة الأبدية. رن هو الاسم المكتوب جوه، فكل واحد له شنة ورنة.